اللي هي الدورة 34 هي دورة تحدي. تحدي لأنه أولا جات بعد سنتين بعد الجائحة، ثم جات بعد الأشهر من بعد الزلزال اللي عرفوها، الكارثة اللي عرفها المغرب، وكذلك جاء ثلاث شهور أو شهرين ونص من بعد هذه الحوادث اللي كاينة في الشرق الأوسط. فإذا هي ممكن نعتبرها دورة ديال التحدي، ولكن كنتمنى إن شاء الله رغم هذا الشيء كله هذه تكون مشاركة مهمة ديال العدائين اللي جايين من العالم كله. كنتظروا تقريبا واحد 13,000 ديال العدائين، يعني غادي يرجعوا الماراثون ديالنا، غادي يرجع ليه القوة القديمة اللي كانت عنده قبل الجائحة، وربما غادي يكون كاع أحسن ما كانت عليه الماراثون قبل الجائحة. فإذا دورة كذلك مهمة لأنه بتكرم هذه السنة واحد السيدة اللي هي انطلقت من مدينة مراكش في 2020، جرت أول ماراثون حياتها هو ديال مراكش، وربحته وحقات وحطمات الرقم القياسي، ومشات ربحات الطالب إذا من بعد وربحات الرباط، ومن بعد جابت ميدالية برونزية في بطولة العالم، وهذا شيء مهم. هي قرضادي اللي حنا هذه السنة غادي يكون لنا الشرف باش نكرموها وتشجع باش نشجعوا الأطفال اللي غادي يكونوا في السباق ديال الأطفال يوم السبت صباحا، غادي تجري معاهم إن شاء الله وغادي يكون التكريم ديالها. كما فات لنا من قبل كرمنا السي بطل الكبير البقالي لما حصل على ميدالية نحاسية بطولة العالم، فهذيك السنة جات ميدالية ذهبية. فإذا كتعرفوا بأنه مراكش دائما هو انطلاقة الأبطال الكبار ديال المغرب والعالميين باش كيربحوا ميداليات كبيرة وباش يحققوا أوقات جيدة. فنتمنى إن شاء الله مراكش هذه الدورة تكون كذلك دورة خير بالنسبة للعدائين الكبار اللي غادي يشاركوا. السيد الرئيس، واش غيكون المسار ديال الماراثون هو ما يمكنش يتغير؟ المدار بيبقى هو هذاك، أحسن ما يمكن نديرو كمدار هو هذاك اللي كاين دابا، وجا مزيان لانه جا في واحد الوقت اللي المدينه عرفت واحد التحسن كبير، واحد الجماليه كبيره، واحد التشوير كبير. حنا غادي نستافدوا، العدائين غادي يستافدوا من هذا الجو الجميل وهذا الزين اللي عرفته مدينه مراكش. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.